ثانية هناخد الصور 15 سنة. كل الصور 15 سنة؟ يلا يلا. الشام مرتضى. بص يعني أنا بالنسبة لي عامل هو عامل طفرة كبيرة جدا مع نادي الزمالك في كل شيء. لو الأمور هديت عنده شوية هيبقى هيعمل أحسن من كده بكتير. اللي بعده أمير. أمير من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا، بس ما أعرفش يعني كان ليه تواجد مع نادي الزمالك، مرة واحدة اختفى. ما هو موجود دلوقتي مع خالد جلال في نادي مصر. برضه خد بالك اللي اللي بعده اتشغل في نادي الزمالك. طبعا أمير. أمير قلت قبل كده، أمير لو اهتم بالجزء إن هو يبقى قريب للعيبة ويقدر يحتوي اللعيبة بشكل كويس في الأزمات والجزء ده، ويبقى قريب من اللعيبة، هينجح بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك. مهندس أنا بوريدي. بص أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي، ومن الشخصيات اللي هو يعني اللي ربتني من وانا صغير على فكره يعني. اللي بعده بتمنى له التوفيق، وهو من الشخصيات الجميله دكتور كمال درويش. بحترمه جدا برضو، تعاملت معاه، هو محترم جدا وذوق وعنده فكر اداري كويس، بس مشكلته ان هو طيب زياده عن اللزوم. كابتن محمود الخطيب. بتمنى ان هو يعيد حساباتهم في الناس اللي تحتيه، عشان هم اللي عاملين له الازمات دي كلها. الله يرحمه كابتن حماد امام، طبعا ده كان اب بالنسبه لي، ومن الشخصيات الله يرحمها طيبه جدا، وكان بيحبني جدا جوه نادي الزمالك يعني. مدوح عباس. بص على المستوى الشخصي شخصيه طيبه جدا، بس على المستوى في الكوره لا، بعيد في التعامل خالص. كابتن سمير زاهر طبعا الله يرحمه يعني بجد من افضل يعني بص رؤساء الاتحاد اللي مسكوا في رؤساء الكره الاتحاد المصريه ده بصراحه. اكيد طبعا. بصراحه كمستوى بيعرف يتعامل، كان قريب للناس، كان عنده اخفاقات بس مش اخفاقات زي دلوقتي يعني. عمرو الجنايلي بص من الشخصيات برضو الجميله جدا، بس هو ما اعرفش في تخبط في اتحاد الكوره يعني، هو ممكن يكون عنده اضافات بس مش ماشيه، لان اللي تحت مش ماشيينها بشكل كويس يعني، في حاجه لخبطه يعني، هو عنده حاجه عايز يعملها، بس ممكن الاجواء يعني الناس اللي تحتيه مش مخليه الامور تظهر بالشكل ده، مبوظين له الدنيا يعني. كابتن ابراهيم سعيد حبيبي نورتنا وشرفتنا. تسلم تسلم.